انا كاينه حاجه بحقاني حاب نقولها لك، باسكو البارح كي كنت نهضر معاك قاعده تهربي منه منه من اليوم بيسك رانا فاس فاس، لازم تفهميني مليح الراجل هذا اللي جاي يخطب بنتك كيفاه، خاطش انا ما نعرفوش هذا الراجل هذا. شاف بنتك وعجباته وعلاه لازم اللي يجوا يخطبوا كامل نعرفوهم؟ بيش انت واش عم بالك؟ وقال بنتي نعطيها غير هكذاك، انا اللي يجي يخطب بنتي لازم نعرفه وكيفاه مال وغير هكذاك وخلاص. وين او وين السيد اللي تحمس اسمه هذا وانا ما نعرفوش؟ وراكم تعرفوه غير انتوما اللي راكم تحكموا باحكامكم، فهميني واش يخدم؟ خدام عند روحه ولا بس به؟ انا اللي يدي بنتي لازم يكون متخلق وديا، مش بنتي انا غير هكذاك انا باش تعاود تولي لنا تولي لهنا على شهرين ولا ثلاث شهور يخدم عند روحه. هذا ما جابش يماه وبابا معاه. ياك هضرت معاك البارح وفهمتك، بابا ويماه راهم في العمره، قالك ما نجي معايا حتى واحد حتى يجوا والديا. على ما يستناش يماه وبابا كي تجي من العمره ويجيبهم بالقنا والشان وديروا قعده ونقصروا. انا مانيش فاهم هذا السيد هذا، مانيش فاهم علاه راه جاي وحده. انا اللي قلت لها قولي له يجي، حبيت نشوفه. وانا راك حابه تشوفيه انت؟ قلت لك راح تزوجي به. ها راني جيت. هاي جيت. وانت يا هذا وين جي من عند الحفافه؟ يما عندها الغاشي هاك تعرفي يغلي كيدو دو وين كمل ثاني شابه. خموس عليك يا بنتي، ان شاء الله برك يكون سعدك مسقم. الله يسلمك يما، من هذا الكوتي ما ديرونجيوش كامل روحكم، ان شاء الله برك بابا يرضى عليه. انا يا بنتي اللي نرضى عليها لازم نهضروا عليها انا وياك ونتفقوا عليها انا وياك، لازم قصره ماشي غير هكذاك برك. وراك رايحه وراك رايحه، روحي دخلي لبيتك ولبسي واش قلت لك وبالك تخرجي حتى نعيطوا لك. معليش هاني في المارشي تاع نسانا الشحفيه ما تنسى معاك. ها مرحبا بك. السلام عليكم. واش راكم؟ راكم باب لاباس؟ سلام لاباس. عقلتني عقلتني عقلتك يا ولد الباب يكون مدير. والله غير بارك شاب يا خويا. هذه الجيرانية؟ ايه الجيرانية. بخير معك هذا هاي. بيكاسو هذا يكون غير بيكاسو. هذا لا لا سلفادور دالي. بابا الحوت الثاني. الله غير يا خويا الله يبارك دارك. الله يبارك فيك. تفضل يا اخي تفضل. هاك تفضل ديجا. مازال منا ثاني يا حبيبي. مازال منا يا. فشحال هاد الدار فشحال؟ افويت. الله اكبر افويت. تلعب ماتش هنا يا حبيبي. ايش يا الزوال. هيا تفضل تفضل الله يروح. يجي تفضلك. هيا تجوز هيا تجوز. مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. ريح ريح. بارك الله فيك. هاك شوف هدايا. نعم هذا كادو سبيسيال لي. ياه والله غير درت به التاريخ. شوف انا كتبت لك هنا اسمك. الله يبارك. او خادم هدايا بصح انت والله غير تستاهل. الله ينورك. الله يسلمك يا ربي. بسم الله. سيف في الخطبه. بصح والله غير الدار هذه يعني ما شاء الله. الله يبارك. هذه مينيموم تجيب لك واحد مينيموم واحد 5 ملاير. ياه اذا حبيت تبيعها ولا انا هنا. ايه ان شاء الله. اسمع يا خضر هذه ملكك ماكش كاري ولا هذا الدار هذه راني شاريها قبل ما تزيد يا وليدي. هيا هاك اضرب شمينغو مضرب. اسمع زعما شحال تعطيني في عمري؟ على حساب شمينغو ما زدت صغير. قلت لك انت حقار. شفت كيف في عمري 32 سنه انا. الله يبارك الله يبارك الله يسلمك. الله يبارك. ايه هذاك هو هذاك هو 32 سنه. قلت انا نستعقل ايه ونستبيت وان شاء الله باش هكذاك نشوفوا الدراري ومن راك تعرف. ايه هذه هي سنه الحياه. باين بلي تعرف سنه الحياه. الله يسلمك والله الله يبارك. خرجت عليك الربا فور بين زوج. تفضلي تفضلي ما تحشمي ما والو كيفي دارك. هذه هي رانا خطبه نورمال ما تحشمي ما والو خطبه نخطب ونروح نورمال. هذه هي الدنيا راهي تجري يا الراشد خويا. هاي تجري. إيه. غمض عينيك البارح برك خطبك الراشد. ها وغمضت عينيك جيت انا خطبت بنتك. غمضوا عينينا هوب وليدي يروح يخطب ولا ماشي مو انتما تكونوا في القطار. شغل تاع الضحك هكذا نحب نضحك والله نضحك. لا باين فكاهي نحب عندي حس الفكاهه يا خويا. وداركم مازال باش يجوا من العمره؟ يطولوا يطولوا بزاف. حنا دارنا تعرفين بيس كاين دراهم نبعثهم معنا روحوا. تما كل عام تبعثهم؟ كل عام نبعثهم. شوف من عمره هذه عمره هذا حج
مين داك تنفح لهم حجي خلي حتى الحج الجاي وقاعد لتما الله يبارك كاين دراهم يا نعم خويا علاش شوف الذريه الصالحه الله يحفظك ربي يجيب لي سيف جيب لي سيف نسيبك كثر خيرك الله يسلمك الله يسلمك وانت على ما رحتش معاهم ما نقدرش نروح انا شغل كيش نفهمك راني ندير في واحد العفايس شغل العمره هكذا وهذوك العفايس هكذا قلت انا ان شاء الله حتى نرجلي كامل لي زافير تاعي من بعد ان شاء الله بنادم يروح العمره كيما نقولوا يعني اون فوا بور توتي ايه تغسل عظيماتك هذيك آه. هذيك هي ان شاء الله ربي يطول لك العمر بك الله يسلمك تعيش يعطيك صحه الله يبارك الله يبارك واش تخدم انت الله يبارك ما نخدمش ما نخدمش ما نحبش الخدمه ما نكذبش عليك تعييني بزاف تعييك الخدمه بزاف بزاف بصح وشنو انا شغل نتبع لي زافيرك تعرف الحومه منا نشنش هكذا وبتكون لافير راني لتما صحيح نشمهم يا خويا خير ملي تبقى تتبع في الشهريه تما تدير افير بالك تجيب 60 مليون ولا شادي تاع البريفي من يخرط عليا انا ولا الاخرين الدوله ياكلوا لي حقي صحيح تقدر تسميني بيزنس مان بيزنس مان على وزن باتمان ريحه عجبتك بيترمان ريحه مليحه اسمح لي الله يبارك الله يبارك كيفاش جميله هاي ايه احنا نتبعوا لافير باتمان الله يبارك في الدار هاي شوف يا خويا مرحبا بك مرحبا بك انا ما كثر الهضره ما والو ديريكت نعطيها لك من الاخر شوف كيف الصراحه انا والله غير نحب نصارح خير ايه شوف جيت نخطبك في بنتك ونحب نصارح انا يعني انا بنتك والله غير هضرت معها في التليفون وتفاهمنا على كلش هكذا تما باش تكون على بالك باللي يعني تما رانا مدايرينها هديه هكذا كبري تقدر تقول يعني احتراما لكم قدرتونا يعني قدرنا لكم برك شنو كما قال هذاك الشاعر تاع نديها ونروح ولا طيب الله يبارك الله يبارك الله يرهي لها هذه نعمه الله يسلمك نعمه الحمد لله ما تخافش عليا روحي روحي خليها ماهيش تحب تقعد لا 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 تروح ماشي مشغوله مشغوله كيما تحب وين رايحين تعيشوا واش هاد لي كيستيون هادوما الربة تاعك شباب صح لي كاسيو ما كان ولكن تشوف فيه بوجغلل ولا سبحان الله يا سيدي هذا باين بلي سيدي يجيب 60 مليون في دقيقة نعيشوا في الدار في دارنا نورمال كيما احنا كيما الناس نقصد على والديك يعيشوا معاك قديمة قديمة الله غالب ساعد ما تمسخريش بينا كل واحد وحده وش بيه ولا غير عباك فكرتني في واحد القصيدة كتبتها غير كيما وراك تكتب ماشي غير نكتب القصايد سيدي مرفاه وكاتب يا وندير بزاف عفايس هذا وتشو تاع اللي عايش معايا ما هو بابا هذا قلت لك القصيده نقول فيها واذا تلاقت العجوز مع العروس اسمح لي على الصوت والله ما باك مانيش في نهاري الحمد لله انا استبنيت دحمان بن عاشور الله يسلمك الله يبارك يا خويا نسيتها والله نسيتها ومن بعد نغنيها لك معليش هاي مقنين ومن بعد باك راني معاها مازال ما كملتش الكتيبه ديالها يا خويا انا راني فرحان راني فرحان بالغمه يعني الحمد لله والطوموبيل عندك؟ راح يا ليال شو هاد لي كيسيون هادو؟ والله غير حير في مرتين سبحان الله هذا واش تاع واحد يمشي ابي؟ واش بيه شوف يمدح هذا واش تاع واحد مازال الناس يمشوا ابي كاين غير الدود اللي يمشيو ابي دوك عارف انا سبحان الله الطوموبيلات مستفين هكذا في الدار يا كون نخرج بوحده الله يبارك تبسخرش انا شو الاولى اللي كسبتها نحكي لك شوف هذه هي وماركه باين ماركه غير الله المال راني نقول لك شوف تنرفيت ونخبط جدها في الحيط ديريكت ايه خاطر كاين بزاف اللي يقيموا الحديد تما تما على بالك اش هذوك الايام سوجت كنت منرفي يعني كنت هذاك وين خرجت من الحبس الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك واش داير الحبس وكيف ما شاء الله من الحسن للاحسن واحد ثلاث خطرات هذه ولا الله يبارك الله يبارك ولا بيس بزاف 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 درت وخلاص وتحب نحكي لك انا ماذا بيا انا نقول لك صح عندي شغل في الكوزينه الا ريحي معليش روحي 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 هذاك هو خليني نسمع الهضره تاع الحباس بنادم هو بالك يكمل يتعشى هنا اليوم ضحكتك يا وكيفاه ايه الحباس الله صعيبه مالا قلت لك ثلاث مرات كبت الحبس ثلاث مرات اذا ما كذبنيش ربي كل خطر على واش كل خطر على واش بزاف بزاف والله غير بنادم ينسى يا ربي ما كتبلكش باش تجوز الكاتراس لا مازال بلوطار ان شاء الله بلوطار ان شاء الله الله يبارك الله يبارك قلت لك المره الاولى دخلتها والله غير غلطه كيفه
شوف دخلت على واحد الطوموبيل مسروقة بعتها لواحد الشبرق هنا واحد الكافي ايه وجبدني اياها. وشنو مسروقة لهيه يعني مشينا هنا عند الكفار في فرنسا وي بيان سور غنيمة غنيمة تقدر تقول غنيمة بارك الله فيك الله يبارك قلت لك والله غير ربعتها له والكف اللي وين يجبدني شو يا خويا الناس كيف بكف يقروا وزيد شوف منك حاجة ايه؟ انا الغلطة ديالي يعني كي جاوا لابوليس حكموني بال ماك على بالك ما على باليش فيه واش تشكاك تعرف ها تاع الله يبارك تنديسيني لك سنوب دوك و... ها بو... عالم واحد اخر عالم واحد اخر الله يبارك الله يبارك نعمه نعمه نسيب الله يجازيك الله يجازيك الله يبارك يا خويا راني فرحان ربي يسلمك بنتي اليوم وين عرفت بلي تعرف تخير بنتي بيان سور كون مهني كون مهني راك مع رجال يا عمي وانا مانيش عارف وين مره الزوجه كيف دخلت الحبس الزوجة دخلت على رجال شوف ماشي هنا على كل حال هيك يا حيو هذه في فرنسا تاع حناول دخلت في فرنسا كنت مع واحد الجماعه تاع لي زالجيريان هكذا كنا نخدموا منايا وطحت على تشوتشنا تشوتشا لا كوكايين الله يبارك واحد الكافي تاني فرنسي والله غير على رجال وشنو انا شكيت باللي بيعه ولا يكونوا زفوني تما انا بصح هي الانسان كي يدخل يعني في لا كوكايين وفي صوالح كيما هذو يعني تاع الخدمه الشريفه لازم يخير الرجال صحاح معاه ماشي مع النبولكي اي والله فود ديالي والله غير لافود ديالي والثالثه الثالثه ثقيله عليك بزاف ما نقدرش نحكيها يا ولدي غير احكي ما تقدرش كي لحقنا لهنا كاش ما بقاول غير احكي خشلي ثقيله عليك خفيف عليا والله غير نحكيها لك تفضل الثالثه قتلت زوج عباد وين هنايا هنا في السطاد شوف نقول لك حاجه تعرف كنت نسي بورتي عاد تحب الفوتبال يا وين مود على الفوتبال انا مدود على البالون الله يبارك ايماجين وسره ايه كنت نشوف في الماتش لاباس عليا ايماجين ماركينا بيت نط من الفرحه واش يقول لي سي بورتي روح داخر قال لي اورجو البيت تاعكم هذايا بيخي حاله يا اخي حد رايح شوف اربيت هذا ولا واش حط روحه تعرف الفت جدو هكذايا في 5 جويي ونرميه لي تريبل ديريكت لي من تحت اخويا وقيله من الفانت يا من الفوق من الفوق ديريكت انا نقول لك دق دق السيد راه كاع يكون دي شيك تاع السلام عليكم ديريكت راه ما شاء الله ما شاء الله نعمه ربي يحفظك اصبر نكمل لك تفضل اصبر انا راني فرحان ومن بعد كنت مقلق انا تيماجيني دوك انت هذا وقتلت بنادم مقلق هابط في الدروج قلت له السيد عطيني تليفون هذه باش تعيط محسوب ماشي باش نعيط بك شحال نفهمك يا خو شغل باش نسلفوا عليه كاش 10 سنين ولا تسمى شغل قريب حاشك وحاشا قدرك يعني يا حاشا قريب تسرقوا له يعني تقدر تقول نسرقوا يعني باش نعطوها يعني باسمها يعني الله اكبر ما حبش يعطيه لي شكي حاله ونفسخ الموس طب 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 هكذا شو قطعت جدو منايا الكبده الكبده هكذا خرجتها تعرف الكلاوي الريه كلش لتما واش عندي لتما عمل تما هكذا باش ما يزيدوا سيبورتي وما والو ما كان والو كامل يا خويا واش نقول لك نعمه هذا اللي رباك هذا نعمه الله يحفظك نعمه التربيه نعمه التربيه وهكذا هكذا كي تزيد دير دراري ماشي موحل يخرج اكثر منك على بالك ما شاء الله ما شاء الله تاع الضحك هذه شغل باش تضحكني ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك مليحه نعمه وهذه شحال عندك من اللي قتلتو هذا السيد هذه عندها واحد شهرين ولا ثلاث شهور هكذا هذاك اي واش وراك برا يعني لا 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 كيفاش سمعت عمك ما كاش قانون هنا انت لا لا حاشا ما قلتش تقولش هكذا شوف انا دخلت للحبس وشنو الحمد لله شفت معرفه يعني داروا لي واحد السيرتيفيكا والحمد لله سينو لو كان اني رشيت في الحبس هذاك ايه زوج ماتوا ايه تسمى السيرتيفيكا تاع سيرتيفيكا تعرف كونكوا زعما باللي انا مهبول زعما مهبول يا حي هذا مهبول هذا حاشا 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 والحمد لله هاك تشوف الله سبحان الله فيك ريحه عالم لايف لا لا الحمد لله لا لا نعمه نعمه يعني هكذا ذريه كيما هذه في الجزائر ان شاء الله بلادنا تطلع الحمد لله والله الحمد لله يا خويا هكذا باش نكملوا كاع بعضنا بعض في السطار ديرك هذا وين تفكرت ايه والله غير الكذب ماشي مليح قتلت ثاني واحد اخر هذه هذا وين تفكرت على بالك شوف واحد تما بعث له العجوز منها باش تخطب وما حبش قال لهم هذاك يسدي بنتي ونفسخ والله يا امني شت داك السيف اللي مديته لك هذاك هو اللي تكيت به عليه قلقني شوف قلقني قال له ما نمدلوش بنتي روح ما حبيتك بنته وقتلته مهبول انت يا وكيفاه ايوا ودوك انت يا واش كاينه يا سي بون فاش كيفاش هذا فاش راك تهبلني دخل انا عليك بالورد شاري ب 100 الف في السيف منه تقول لي واش بنتك بنتك سي بون تعطيها لي ولا على نوره ايه وشنو وشنو مبروك عليك بارك الله فيك صحيح